إليكم من جديد. أعلن رئيس هيئة أركان الجيش وكالة إيقاف عمليات استعادة جنوب الموصل من يد تنظيم داعش. الفريق أول ركن عثمان الغانمي قال في حديث صحفي إنه تم إيقاف عمليات استعادة ناحية الجيارة ومناطق جنوب الموصل لحسابات عسكرية، مبينا أن كيلومترا واحدا يفصل قطاعات الجيش عن المحور الشرقي للناحية.